هاد المنطقة خويا بن معاشو هي كتعرف يعني بمعمل ديال الضو وديال الماء، فهمتي؟ كتصدر يعني الماء للدار البيضاء وجميع المناطق. وعاد التقاليد ديالها ديال هاد البلاد ديال سيدي سعيد بن معاشو، كاين واحد الموسم من العام للعام، إنه هو التاريخ ديال سيدي بن معاشو، كاين با سيدي علي معاشو، كاين الصويرة، هو صويرة يعني من صويرة، من واحد صويرة من شياضمة، ويعني من العام لعام قد ديك سيرة الرحيم، هما كيمشيو عندنا وحنا كنجيو عندهم. التقاليد الحمد لله كاينه متنوعة، كاين داك بحال في العيد الأضحى حنا كنديرو داك، كنقولو حنا سبع بالبطاين، فهمت؟ يعني وهادي التقاليد ديال هاد الأرض سعيدة، كاين الحمد لله بلد سياحي هي هنا الحمد لله، فهمت؟ حيت هي أول ديالها في السياحة كانوا الأجانب هنا هما اللي كانوا خدموا، فهمت؟ فلاحة الحمد لله منطقة فلاحية، فهمت؟ منطقة الحمد لله ولات متميزة يعني بالبطاطس الحلوة، يعني ما كانش فيها هادشي، ولكن الحمد لله تقريبا شي 4 سنين يعني ولات فلاحية، يعني ولات كتنتج البلاد كتنتج. طلبوا الله الحمد لله هاد البلاد يعني اكتشفوها الناس الزوار، فهمت؟ يعني ويجيو يشوفوها، يعني فيها طاقة، فيها معادن، فيها يعني جميع ما يكون. بن معاشو سيدي سعيد الشوارت اللي ما تبيد، مول النخلة مول الجريد، مزينك في طلة جيتي مقابل المصلى، المصلى ما كاينش اللي كيعرفها دابا، عرفتي المصلى فين كيشوف فيا؟ راه فين كاينه هي داك الجبل اللي كاين لهي راه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.